أهلا بكم متابعينا مشاهدينا عبر قناة خالد بازيدان. معنا في هذا المساء وفي هذا الحفل التكريمي الواحد من الحاضرين معنا إداري فريق الصفوة وكابتن فريق الصفوة سابقا الكابتن كريدم الزبيدي. أهلا بك كابتن كريدم. الله يحييك حبيبي ورحمة. كابتن كريدم، وربما أنت الآن تشغل منصب الإداري في الفريق وربما لك أعين كثيرة تتابع اللاعبين داخل فريق الصفوة، فهد ثابت واحد من النجوم الذي نحتفي بهم في هذا المساء، رأيك فيه بعين الصديق وبعين اللاعب السابق وبعين الإداري الحالي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وبالمناسبة هذه أنا أشكر جميع القائمين على تنظيم هذه المباراة التكريمية للاعب الكبير فهد ثابت. صراحة أنا ننظر بعين الصديق، بعين الصاحب، بعين الإداري الفريق، هذا اللاعب يعني من اللعيبة النادرين في جدة يعني، واللعيبة يمكن المهضومين إعلاميا يعني ما أخذ حقه في الإعلام، ما أدري هل لأنه بعيد عن الفرق الكبيرة أو لأنه يعني ما، بس المهم أنه ما أخذ حقه في الإعلام صراحة، لأنه لاعب مثل فهد ثابت أنا يعني تمنيت أن أشوفه في نادي، تمنيت أن أشوفه في الأهلي، في الاتحاد، في نادي من الأندية الكبيرة هذه. نعم، ربما نحن نحضر في هذا المساء إنصافا لهذا الكابتن بحكم أن جهة إعلامية، نحن هنا أتينا لإنصاف واحد من نجوم حوارينا في هذا اللقاء وفي هذا المساء الكابتن فهد ثابت. سؤال أخير كابتن كريدم، الصف وربما المشاركات الكثيرة التي تعددت في هذا الموسم، كيف رأيت وأنت الإداري الذي ربما من أشد المتابعين لفريق الصفة في هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية؟ والله أقول الحمد لله على كل حال، يمكن إحنا من الفرق قليل الحظ في البطولات، لكن الحمد لله يعني وين كنا وين صرنا، يعني الحمد لله وصلنا إلى شيء يمكن في 4 سنوات ما كنا نتوقع أن نحققه، لكن الحمد لله حققنا إنجازات. يعني الشيء الوحيد اللي يعني استفدناه في الإنجاز إنه الفريق انعرف وانشهر وصار من الفرق المعروفة في جدة، وهذا الشيء اللي كنا نسعى له من قبل 3 سنوات، والحمد لله في وقت قصير صرنا من أشهر الفرق في جدة، ويعني نتمنى الأيام الجاية أن نحقق البطولات الكبيرة. يعني حققنا كذا بطولة بس نعتبرها كبطولات متوسطة، في بإذن الله إنه عيوننا على المدي، على المفاجآت، على البطولات الكبيرة بإذن الله أن تكون أهدافنا للموسم هذا. شكرا لك كابتن كريدم في هذا اللقاء وفي هذا المقابلة الخاصة التي ربما كنا فيها في حديث مختصر لكابتن فهد ثابت. نتمنى لكم التوفيق، لك شخصيا ولك ولفريق الصفوة. أكرر شكري للقائمين على هذا الحفل ويعطيكم العافية، ونتمنى أنكم تحضرون معنا في أي بطولة لنا نكون مشاركين فيها، نتمنى أنكم موجودين معنا.